تسببت القيود الصارمة المفروضة على خلفية انتشار وباء كوفيد-19 في العامين الماضيين في إفراغ المتاجر والفنادق في جميع أنحاء مكة المكرمة من الحجاج، قبل أن تعلن المملكة العربية السعودية في نيسان أبريل الماضي عن استضافة 1,000,000 مسلم من داخل المملكة وخارجها للحج في هذا العام، ما أحيا الآمال في حصول تعافي سريع. والله الفرق كبير جدا، كان العام الماضي قليل جدا يجون، هذا العام ما شاء الله فرق كبير جدا، وحجاج كثير وزحمة، ورجع الحرم له هيبته زي ما كانت من أول، والحمد لله كل شيء ماشي على ما كان قبل عليها قبل 3 سنوات. يعني كنا نبيع بس بنسبة بسيطة، يعني بنسبة بسيطة يعني جدا، فالحمد لله الأمور رجع طيبة زي ما كان أول الحين. ومن بين 1,000,000 حاج هذا العام، 850,000 سيأتون من خارج المملكة للمرة الأولى منذ العام 2019. السنة هذه طبعا لله الحمد بدت بوادر جيدة، وصلت تقريبا الأعداد إلى 40% من الأعداد اللي كانت في 2019، وأقدر أقول أن السنة هذه طبعا استثنائية، لا زالت لم تصل إلى مرحلة النضج الكامل. وعادة ما يشكل الحج مصدر دخل رئيسي للمملكة، وتقدر إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينية الأخرى على مدار العام بنحو 12 مليار دولار سنوياً.